مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. شبيك سقطلي؟ اسمع بابا. السلام عليكم. اسمع بابا سقطلي دخلها شبية، خليها لقدام، خليها خليها مزينة البلاصة. سمعها هكذا مسرعتي سمع خمختم بيتك بالقاعد. شو نقول قد قاعد يسبني ظهر الرزاق؟ قد قاعد ترى عمي قاعد ولا لا قاعد مي قاعد مي هنا دي رمك قاعد مي يا دي لحظة خل كمل جملتي. قاعد مي كده قاعد مي هنا دي رمك قاعد مي بين لحظة بين لحظة يا سيالي سيالي قاعد مي هنا دي يا بابا. ولدك محمد. أنا ولدك محمد. بس ولد محمد تكذب. والله ولدك نعطيك أمارة. آه. والله والله ولدك أنا وأنت أمك حبيبة وأمي ومرتك نجات وبالأمارة ساقيك صغار وما تحبش كي ندغدغيك من ساقيك. تحبش كي ندغدغيك من ساقيك أنت ولدك ولا إيه؟ قصف إيه علاش عطيتني بونيا؟ علاش عطيتني ودني بالدم؟ سوا ودني رديتي لي بالدم عطيتني بالدمك. اي ما عصرت العملية عملية اطرش. اي لا وي زبي بالعربي. ها؟ مخروط. ها؟ ما نسمعش يا بابا قوي صوتك وي اطرش. بابا 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 بوشكون بوشكون بابا 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 شقلت لي؟ يلا انزع زبي. ها؟ اسمع ننزعك مليون انت يا ما عادش نسمع. عطيتني بولي طرشت لي وذني طرشت لي وذني علاش هكايا؟ ما عادش نسمع يا بابا. انت سبب هزلي الطبيب داويني. انا سبب؟ اي هزلي الطبيب. لا تكذب. اه عاجبا نكذب. اي هزلي الطبيب داويني. انا سعود. شكون مسعود؟ سيسي امك مسعود. شكون؟ ما نسمعش قوي صوتك. عمايك وين نمشي وين؟ روح شنية شنو الروح؟ روح شكون؟ روح هكا اثنينة. اي ما نسمعش. باه سينو موضوع ذيك موضوع كان هيك حكيت كبترت ونسيته طب شن نعمله الكلكل عنده تقريب شهر ونسيته كل مره يجيني موضوع نخليه الكلكل. انت عطيتني بونه يا بابا في وذني. ايه هاي شدت مقنعه استنى الكلكل سكان في ساقي السكانه. يا اخي زازار ولا تبيع الساشيات انت؟ حسيتك زازار انت. بنتك يا عالي لاباس بيا اسمعني سيد علي. ركز معايا مليح مليح مليح. هاي شنو الغن حصولا؟ اذن يذن يا علي اذن يذن اذن قالوا له ظهر هذا العصر هذا لا الظهر باه رسول الله محمد رسول الله لا واحد ولا لا شريك له. علاش يقول الظهر؟ خاطر هو يروح ديما بعد يروح بعد الظهر خاطر العصر بابا يمشي يأذن في مو بابا يأذن في الجامع. فهمت كان قبل؟ أيوة. دونك إذا كان سلوى طول جبد الموضوع نأجلوه هذاك نسأله شوي. سيد علي هذا عمل باش نسألك سؤال يا بابا. تفضل. أنا ولدك محمد. إيه. أنا فما شكون يحكي معايا في الدين؟ يحكي معايا على الدين. قلت له راهو بابا يأذن في الجامع يأذن. قال لي لا ما فهمتش منه الكلام هذا. قلت له راهو بابا يمشي حل الجامع ويتلهى بيه ويأذن غادي. صحيح ولا انت بابا ولا؟ صحيح يا عم. انت تلهى بالجامعة؟ كنت تلهى بالجامعة شغل ما عادش. علاش؟ هما يظهر ربنا ما عادش. علاش ما عادش؟ ما عادش كبرت ما عادش. كنت والعينين على قدها. كنت تأذن انت يا؟ اي كنت تأذن. من اللي علي؟ خمسة خميس عليك. يا اللي جيتي معنا كلامي وحياتي لي يا بي ما يا
ميما فن فن رسيس الأول. الله الله عليك. أيوة 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 يا فنان. أيوة خلي يذن يذن ما غير يقول حتى كلمة زي أنت عمري بكله كله بكله وحياة زماني رسيس الأول. خمسة وخميس عليك. صوت صوت ي صوت ي يعني شوية ما نسمعش. صوتك عسل يغزل الحرير. أيوة أيوة خير من أم كلثوم. أنت أنت عمري بكله كله بكله وحياة زماني. الله الله أنت باش نهزك تغني في الحفلات يروح باش نولي نتلاها بيك ونهزك تغني في الحفلات والمهرجانات الكبار. انت صوتك خير من ام كلثوم وعادل عبد الحليم حافظ. صوتك خير من علي الرياحي. صوتك خير من محمد فؤاد. محمد فؤاد فؤاد هاي كل هذا محمد هذا يبيع الهندي في الحومه. يبيع الهندي في الحومه هذا يبيع الهندي حاشاك بنادري يخدم محمد فؤاد. أه محمد فؤاد يخدم بنادري. بنادري هشك بشك يا الله يا الله فين هذا وري اذكر كم باش نهزك تغني. صوتك اعطيني ضربه صغيره خلينا نتاكد صوتك باش نهزك تغني في المهرجانات. اعطيني ضربه صغيره. سمعني سمعني امكانياتك. هاي هاي المهرجان يا ولدي غني ما تخطبش غني غني يا حياة أميني يا روحي يا روح مسيح مسيح. الله الله يا خنطلب طوى الفرقة نقول لهم لقيت لكم واحد فينومين يعرف يغني. قصة ألو معايا الفرقة. والله يعني لقيت لكم واحد شدني يدين يا ودي صوته كل معزة هو اما اوكي خليه يغني يغني وحده كيك يدي ما عنده صوت ما عرفش يغني. اما ممكن يكذبوا عليه ويعرف يغني. ما نعرفش كل عميك بعد ما نعرفش يا عميك يا عميك كان يا عميك ما نصبر امك يا عميك يا عميك ما نصبر امك يدي يدي شبيك يا عميك يدي شبيك تضرب فيا اسمع ما اسمع بعد الخطوة لا نهاية لا 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 اسمعني انت متعرفش تغني لا عميك عاد على راسك ساعة انا قلت لهم صوتك كالمعزة كالمعزة راه عميك عاد توا صدقت انت تعرف تغني لا ما عادش تغني راه عميك العيالي خير منك يغني يغني راه عميك كنتو العيالي راه عميك عميك كان اما انا غار انت ما عندكش روح رياضية ما عنديش روح ميك ما عنديش كونفيونس فيك انا روح ميك ما عادش عندي كونفيونس انت نغار ما تحبش النقد واحد يقول لك الحقيقة ما نسيت الاحوال اسمعني واحد يقول لك الحقيقة ما يكلخش عليك تضربه هذا هو الديمقراطية عندك انت روح ميك انت ما عندكش ديمقراطي انت روح ميك انت ديكتاتوري أرزق العزبة دكتاتوري أرزق العزبة دكتاتوري أزكى أزكى عالولو باش نسألك سؤال جاوبني بربي بربي جاوبني فرق بين دكتاتورية وديمقراطية أنت أزكى أزكى سي علي جاوبني شنو هو الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية not found ما نعرفش راه ميت أنا نلعبو لعبة أسئلة تربح تيخو 10000 انت عايز هالمال الناس اللي كنت جيوب كان ربع تخل 10000 باي هاي نلعبوا لعبة هاي القمودي تعرفوه قمودي شنية يعمل يجري ولا يخدم مهندس يجري ومو مهندس مهندس اي نعم يجري وخدم مهندس منين جبتها مهندس غير عميك هات غير عميك هات بلا راسك يجري يجري برك اذكى اذكى باه بورقيبة رئيس دولة
ولا يبيع في البطاطا؟ سيدنا الزبدة يبيع البطاطا يا تكازمة يا رحميك. شي يخدم؟ شي يخدم رئيس الزبدة يبيع في البطاطا؟ رسول يبيع في البطاطا. قلت لك اختار منهم حاجه، يا رئيس دوله يبيع في البطاطا حاجه منهم، هو شنو هو رئيس ولا يبيع في البطاطا؟ رئيس الدوله هكا هو قال لك يبيع في البطاطا، قال لك علي اللي بورقيبه يبيع في البطاطا. هاو هذا هو. انا قلت بورقيبه كيف تعال تكون تعال تكون تخاف يا وش خلصي قادمي قادمي لحظه قاميك يا ولدي غلطة مطبعية غلط يا رئيس دولة قاميك يا مهدي نمك قاميك قاميك بيه لحظة قاميك أكبر أزك أمسي ميك أذكر أذكر يا ولدي لحظة تسمعني لحظة نلعبوا في أسئلة نحنا، شبيك تغششت؟ نسيت سؤالك، لماذا؟ بين السؤال الثالث، علي رياحي فنان وإلا طيب؟ يغني ولا طيب؟ علي رياحي يغني وإلا طيب؟ لا يغني. أم كلثوم تغني وإلا حارس نتاع حمام؟ تغني حارزة نتاع حمام؟ لا مش حارزة. لا هذه غلطت فيها، هذه غلط. انا غلطت فيها، كنت باش تربح انت يا اخي، خسرت. لا مكذبة. حارزة نتاع حمام فاتلك ولا حمام رعنيك مغنية غلط. لا كنت باش تربح 100 دينار خسرت معانا. ام كلثوم حارزة نتاع حمام مكذبي بالله ميك أذكر. قول أم كلثوم حارزة نتاع حمام تاخذ 100 دينار. هاي ما تزال أذكر حارزة نتاع حمام ولا مغنية؟ مغنية. خسرت معنا، كان قلت حارزة حمام أنا خذيت 100 دينار. يا رحمي كل شكلة أم كلثوم شنو أيا؟ حارزة حمام؟ أذكر. أعطيني ساك يا جماعة، أعطيني ساك. ما عنديش. انت ماكش نتاع لعبة أسئلة، انت ما ماكش تكيف الأسئلة، ما دارش تجاوب. العيال البحث هذي 100 دينار كان هاريك. قلت له بورقيبة رئيس ولا بيع بطاطا؟ قال لي بيع في البطاطا، هزوه. العياري قلت له بورقيبة يبيع في البطاطا ولا رئيس دولة؟ غلط، قال لي بيع في البطاطا، جا الحاكم هزو. عاتيني الأسئلة. باه، تفضل يا روح. فرحات حشيت تعرفوا؟ الله يرحمه. مناظر ولا يبيع في ولا يخدم في مخبز بتاع خبز؟ مناظر ولا يخدم مناظر. مناظر الله يرحمه. الله يرحمه. برشا بون في التاريخ قريناه الله يرحمه. قرينا في التاريخ اللي هو مناظر معناتها، والمؤسس اتحاد العام. ايه باه. عبد العزيز الثعالبي تذكروا؟ عبد العزيز ثعالبي. لا نسيته. باه هذا زاد من اللي دفع من اللي كيما نقولوا ندوا بالاستقلال. باه سؤال اخر. زينة وعزيزة. زينة وعزيزة كار ولا يغنيو؟ يغنيو ولا يروح يشطح معاه؟ يغنيو وعنده صوت باب 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 يغنيو ويسحب لي ناري وباري ناري با كيفي؟ با با كيفيش يسحو كيفيش؟ با 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 يا لا 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 به صليحة صوت ولا تخدم خياطة صليحة؟ الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. يرحمها. حبها بابا. صليحة مغنية. فضل الكلام. مغنية بالكذا. لا غلط، خياطة. سوا. أنا عارف يضربني. خياطة. خياطة. لا غلط. أنت غلط في معلوماتك. خياطة.
لا لا مغنية. ما تعرفش ان مين تفهم بالفن انت؟ تفهم بالفن انت؟ اي مهم. ما تفهمش؟ اي مهم. خياطة. لا مش خياطة. خياطة. لا. اخر تنبيه خياطة. لا. خياطة. لا. خياطة. يا رحمك. قلت كلامة. باه. ما يحبش عبد الحليم بابا. عبد الحليم تحبه ولا؟ عبد الحليم عبد. ايش فيه؟ تحبوا ولا اما خير هو ولا ام كلثوم؟ اوه زين ام كلثوم يا مال ام كلثوم انت عمري كله هذه جاتني من راسي. قالوا له قالوا له عمي عمي وامي قالوا لي انت كنت مسوح بام كلثوم صحيحه الحكايه؟ انا مسوح بام كلثوم. امي نجيت وعمي قالوا لي انت كنت صاحبتك ام كلثوم. غلط. قالوا لي كنت مصاحبها وتقابلوا في ناس سوسه. غلط غلط. ليه؟ مالا ليه حكيتك فارغه ما دامك صاحبها في بالي في الامام في الامام في الامام في بالي مصاحبها شات في الامام اسمع اخر في بالي مصاحبها مش هتعطيك 100 دينار ما تسلمك في بالي مصاحبها قالت لك مصاحبها يا عميك يا زين السؤال بقى نسك سؤال جمعي جاوبني صحيحة في فورما اليوم ايه. عندي في كونفيونس راه ايه. بر عاصمة تونس شنو؟ عاصمة تونس؟ اي عاصمة تونس تونسية؟ اي العاصمة شنو؟ تونس تونس عاصمة شنو؟ عاصمة تونس شنو؟ تونس تونس دير عليك سأل كمايك كمايك مش قد يسألني يا رحميك مش قد يسألني سؤال هذا هو يا رحميك ما هو السؤال باهي بالسؤال باهي باهي سؤال آخر شكون تحب المرأة ولا الراجل لا ما نعصب العلم الكلام لا لا طلع حكيته فارغ هذا ألو طلع حكيته فارغ مدخل شيء في الأسئلة يا رحميك سعاد رحميك هذا ميك اخي ميك قال هاي خلق ضرب ياي بلا ما بلا ما ما اسمعني بلا ما قوم ميك لحظه بركة لحظه قوم ميك قوم ميك لحظه باش نمشي نضحك في الحومه كامل اللي انت ما تعرفش في الاسئله اللي انت حكيتك فارغه يا ميك ما انت امك يا بابا يا بابا قولي لادوا هو يخبشني شويه اي اسمع ولا كمشي اي باي باي فلمان توصي حاجه لا 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 هات بوسه فلمان فلمان باي باي فلمان هاي سلام هاي اشوف ايش في عمره اي باي